السلام عليكم ورحمه الله. متى الاحوال؟ اسمعوا لي ماش راكم تشوفوش مليح؟ كاين لا كلاس دوك يروح في الفيتر، الارض راهي كاع كلاس، الثلج راه كاع كلاس. كون تمشي في الارض وما تاخذش حذرك تزلق، كي تزلق تتكسر، كي تكسر لازم لك بلاط. السبيطارات معمرين ولي بلاط ما كانش سما طفرت فيك، ما لا حذاري في هذه البلاد راه كلش. هذا يقولوا له الفيرغلا، الفيرغلا كي يضرب كلش يقلص، الارض تقلص، تاع تريسيتي تقلص، دي فوا كاع تريسيتي تقطع. كاين صرات واحد العام نسيت كالاني، صرات وقت في 1998 ولا، المهم قلصت تريسيتي راحت مع قدهن يوم 4 ايام ولا 5 ايام، كاين اللي ماتوا. هذا يقولوا له الفيرغلا. اللي ملحقوا على الروس، قلت لكم الروس رايحه بعيد، قلت لكم فيديو السابقه عليه الروس راه دير هكذا. نعاود نفسرها، الروس لازم واحد يقرا بين الاسطر كيما يقولوا. الروس كيتحدث وبوتين قال احنا رانا الحاجه اللي نتاسفوا منها ضياع نتاع الاتحاد السوفيتي، تفتت نتاع الاتحاد السوفيتي، ثم كان دويلات اخرين في الاتحاد السوفيتي راحوا، بين امريكان والحلف الناطو اكسيتيرا، تاع حلف الناطو هما اللي داروا هادو وتوصلوا انه استطاعوا انهم يشتوا الاتحاد السوفيتي، وهذه غلطة الروس. بوتين الهدف تاعو درك استرجاع الاتحاد السوفيتي بطريقة ذكية، وهما باش ما يسترجعش الاتحاد السوفيتي ويديروا الحجرة في الصباط داروا له الكران، الكران بداو يقووا فيها اللي تخدم السلاح دير هكذا، وعاوشوا يدخلوها في الاتحاد الاوروبي. باسكو في 2024 الكران راح دير فورمالمون راح تسني الاتفاقية تاع الاتحاد الاوروبي باش في 2030 تدخل رسميا تولي تنتمي الى الاتحاد الاوروبي في بارتي دو الاتحاد الاوروبي. الار بوتين هذا ما يساعدوش عليه، لانه كنت تدخل الاتحاد الاوروبي الدول الاوروبيه الاخرين يزيدوا يعاونوها ويدعموها وحتى يعود عندها حتى النيوكليير، وهذا شكل خطر على الروس. مالا السيرفيس السكري كي جي بي تاع الروس فاقوا الحكايه، فاقوا الخطر ان الروس راه تتحرك قبل ما يصير المرض هذا وتحوس تستعمر لوكران. هنا حت لها زوج جمهوريات، هذاك دونيسك و بعدهم واحد الاسامي والله ربي يجيب، المهم واحد دونيسك والاخرى، المهم حاولهم زوج جمهوريات، معناتها زوج ولايات كيما نقولوا حنا ولا مقاطعات ولا مش عارف. وهذوك يهضروا بالروسيه وبكري باغيين يروحوا للروس وقنعوهم وراحوا مع الروس، هذه ضربه قويه. والعالم كاع بدا يتحرك ويقول علاه داروها له وعلاه هي الروس حقار والروس هكذا، ونساو هما فرنسا كي تحقر في المالي ما هدروش عليها كاع، ولا المغرب كي يحقر في الصحراء الغربيه راح يحارب في قبيلات في شعب مسكين ما عنده والو يحارب فيه. والصهاينه يجوا يديروا قاعده عسكريه في المغرب، العالم كاع ما هدرش عليها يا دين الله. وكيعد الروس واش دار؟ دار حاجه ايجابيه، انه اعطى الحريه لجمهوريتين منقطعتين، هذه دونيسك والاخرى ناطقتين بالروسيه، وزادوا داروا الانترفيو مع الشعب تاعهم، لقاوهم باللي باغيين يروحوا للروس مش باغيين يقعدوا مع الاوكران، شافوا رواحهم باللي محقورين في الاوكران، شافوا رواحهم مش قادرين يعيشوا في الاوكران، باغيين يروحوا للروس باش يدوا الحريه تاعهم. بوتين قال لهم انا نعطيهم الحريه. هذا واش دار بوتين؟ طرطق عليه العالم كل. هو بوتين سيسير راه يخطط البعيد، والروس واعرين في الاستاتيستيك والاستوكاستيك ماتيماتيك الربوبه، يحسب لك لي بريفيزيون نتاع 50 عام واش راه يصرى، 40 عام
ماشي بالدقة ولكن يقرب، يقولوا لا لا بريسيزيون لا ستوكاستيك، رؤساء واعرين في هذه، يدقق لك ويحسب لك واش راح يسرع حسابات ورا الخطر واش الفائده تاع الروس اكسيتيرا. اذا الشيء اللي داروا بوتين وداروا الروس راهي حسابات، ماهوش بوتين وحده، راه تابع فيه لو سيرفيس سكري تاعو الكا جي بي والجيش تاعو والشعب تاعو والرجال الدوله تاع الروس، راه ماهوش وحده، راهي مؤسسه، راهي خدمه كبيره كبيره داروها باش وصلوا لهذيك النتيجه انهم يقنعوا الجمهوريتين هذوك ينفصلوا على الاوكران، والجيش تاع الروس يهبط لتحت باش يحاميهم ويحامي الانفصال تاعهم الاستقلال تاعهم. اذا الشيء اللي يدير فيه بوتين مليح. اذا هذو الدول هذو كيما فرنسا اكسيتيرا والعالم هذا امريكان ولا راهم يهضروا ويشكوا، هاي يروحوا يقولوا لفرنسا على كي تضربي في المالي، يروح للمروك يقولوا له علاه راك تحقر في الصحراء الغربيه، علاه ما تخليهاش تدير الاستقلال تاعها. اذا حنا تجي الفرصه تاعنا بربي ان شاء الله الجزائر تمد الاستقلال للصحراء الغربيه، اذا العالم سكت على هذه انه الروس مد الاستقلال الجمهوريتين هذو في الاوكران، حنا يا بربي ان شاء الله ندخلوا نمدوا الاستقلال لي ونسنيوا معاهده الاستقلال تاع المغرب تاع الصحراء الغربيه، هذه هي الصحراء الغربيه ونقضوا عليها، هذه هي. ودوك الاوروبا يتحرك باش يدير الجيش الاوروبي بصح ما يقدروش، الغاز الغاز كل تشترك الدول العالم كاع اللي عندها الغاز ما تلحقش 40% من الغاز اللي تمد فيه الروس، الروس كون يحبس الغاز تاعو الاوروب تموت، الاوروب كون يجري يجيب الغاز من الجزائر من دول اخرى من قطر منين معاونين ما يلحقش 40% واش عندها واش تمد فيه الروس. اذا الروس حاسب لها بالبيان والاوروب ما يقدروا يديروا والو. هذه يا خاوتي ونزيدوا نحكوا فيها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، تحيه الجيش، تحيه الجزائر.